فين عريسي؟ عريسي فين يا ولاد؟ عريسي يا تو، انت اتجوزتي في السجن ولا ايه؟ يا واد حبيبي، حبيبي اللي خرجني من القفص وخلاني واقفه في وسطيكم، فينه؟ انا اهو يا ست الكل. يا حبيبي سايبني مع العيال دول وانت اللي نصرتني وخرجتني بالسلامه. معلش يا توت، انا ما رضيتش اجي غير لما اتاكد ان كل اللي حبسوكي اتحبسوا مكانك. ادهم بيه قال لي ان سوريا اتقبض عليها. كلهم اتقبض عليهم الحمد لله، بس للاسف جابر طحنه يخرج منها. يا نهار اسود، يخرج منها ازاي يعني؟ ده قتل ابوك يا خالد، والدليل اتقدم في المحكمه. للاسف القضيه سقطت بالتقاضي، كلها اسبوع وهيرجع بيته. يروح 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 بيته يروح، انا مش عايزه منه حاجه. ربنا عادل وما بينساش، يمهل ولا يهمل. يا توتا خالد ابني، يا توتا انت فين يا ابو حسن؟ يا رب الف مبروك. انت فين؟ مبروك يا ام حسن. ام حسن ايه يا ولاد؟ ام المستشار، ام وكيل النيابه، ام الباشا. يا حبيبي يا حبيبي يا فرحه عمري يا خالي، الف بركه يا ضنايا. نادر عليا اما يبقى وزير العدل هذبح لكم بطايا. ربنا يخليكي لنا يا ماما. والله والله العظيم انت بركتنا كلنا. انت اللي احنا ربنا كرمنا كلنا على حسك يا حبيبتي. والله الف مبروك يا ام سياده المستشار. الف مبروك يا خالد باشا. الف مبروك يا خالد باشا. والله عملتها يا فجري، تخيل بقت وكلني يا مراتي. لا ده مراتك بتولد، تلاقي الواد كبر. انزل يا نزلني يا عمر. الحق لما ولدها، الحق